نيجي الزهري، شعنا اليوم؟ شعنا اليوم باش نرجع الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية والأمس في لقائه مع عمداء وسادة القانون الدستوري، وقت اللي قال أن الإشكال مش في تشكيل الحكومة بل في وضع السياسات للاستجابة لمطالب الشعب. كلام رئيس الجمهورية صحيح ومهم، وهذه هي القاعدة الأساسية في تشكيل أي حكومة، الإشكال في البرامج والسياسات والرؤية الواضحة للبلاد. سؤال، لأنه سؤال نيجي نحب تجاوبني بعد، شكون اللي يحطهم البرامج هذوم؟ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة؟ أطلع نجاوبك. فوالا، لأنه تجربة سماح، تجربة السنوات الماضية بينت أن تعيين رؤساء الحكومات للأسف وهذا واقع وشفناه وقفنا عليه، ما كانش غالبا على أساس البرامج والسياسات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحسين عيش مستوى عيش الناس، بل كان اختيار رؤساء الحكومات على أساس أما الولاء للحزب أو الولاء لرئيس الجمهورية. والتركيز كان في الأغلب على منهج التمكين السياسي والسيطرة على مفاصل الدولة وتقاسم التعيينات. برامج الإصلاح كانت غائبة أو متعثرة بسبب ضعف ضعف أداء رئيس الحكومة وضعف أداء بعض الوزراء، إلى جانب غياب الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار والخوف من مواجهة حالات الغضب والاحتجاج، الغضب الشعبي نقصد، ومحاولة شراء السلم الاجتماعية وتأجيل الإصلاحات. وهذا اللي صار، مئات الاتفاقيات اللي تصحت من باب شراء السلم الاجتماعي، لكن في نهاية المطاف القات روح الحكومات في ورطة كبيرة، إما الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات هذه أو مواجهة غضب نقابي اجتماعي. باختصار، الأحزاب اللي حكمت يا سماح ما كانش همها السياسات والإصلاحات وحل مشاكل الناس بقدر ما كان تركيزها على توسيع مناطق النفوذ وتقاسم السلطة، والنتيجة الفشل الذريع اللي اليوم التوانسة يدفعوا في الفاتورة متاعه. لكن هل نتسأل، هل الظرف الصعب جدا اليوم سامحوني العفو اللي تمر به البلاد هل يحتمل مزيد الانتظار لوضع السياسات وتحديد الإصلاحات قبل الإعلان على تشكيل الحكومة؟ الوضع الاقتصادي والمالي الخطير اليوم للبلاد يتطلب حكومة إنقاذ عاجل جدا. علاش؟ لأن البلاد اليوم عاجل جدا، عاجل جدا، أي مش عاجل أي. فقط، لكن عاجل جدا، هو مش مبين. علاش؟ لأنه عندنا بعض الإشكاليات المالية اليوم اللي لازمها تتحل في أسرع وقت. البلاد اليوم يا سماح تحتاج لحكومة أولا تعد قانون مالية تكميلي للسنة هذه سنة 2021 لتعبئة الموارد المالية باش نجموا نكملوا العام هذا من غير مخاطر. نقصد هنا في مستوى النفقات، نفقات الدولة يعني رواتب وغيرها وتمويل المشاريع العاجلة المتوقفة. الحكومة اللي بيشعلن عليها رئيس الجمهورية باش تكون عندها مهمة عاجلة جدا، وهي حل أزمة المالية العمومية وتوفير أكثر من 10 مليار دينار لمواجهة النفقات وخلاص رواتب الموظفين كما قلت. ومهمة آجلة وهي وضع السياسات الصحيحة كما قال رئيس الجمهورية لتأمين تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب. لكن هنا نتسائل يا سماح، هل لرئيس الجمهورية برنامج اقتصادي واضح؟ احنا يعني من الحملة الانتخابية رئيس الجمهورية سمعناه يتحدث كثيرا ومطولا على اصلاحات في المستوى السياسي، اصلاحات في النظام السياسي للدستور و في مستوى دستوري اكثر من كل شيء، دستوري سياسي اكثر منه اصلاح اقتصادي. لكن في بعض المناسبات تحدث رئيس الجمهورية على ارتفاع الاسعار، تحدث على مواجهة الفقر، تحسين معيشة الناس. صحيح هذا يدخل في باب الاصلاح الاقتصادي، لكن اللي نحكي عليه هنا اليوم هو برنامج سياسات اقتصادية واضحة. علاش قلت مهمة عاجلة سماح؟ لأنه
يعرفوا الناس وأكيد راكم تبعتوا اليوم الدولة في تقريبا في ورطة بعد فشل وزارة المالية في الحصول على 150 مليون دينار في شكل قروض من البنوك التونسية عبر ليبون دي تريزور الأذون الخزينة واستحالة الحصول على قروض من الخارج. تعرف اللي المفاوضات اليوم مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما لأنه ما فماش حكومة وصندوق النقد الدولي يتحاور مع الحكومة. البنوك رفضت إقراض الدولة على المدى الطويل البنوك التونسية رفضت إقراض الدولة طبعا هي. وفما نوعين من القروض اللي تعطيهم البنوك للدولة، فما قروض على المدى القصير وقروض على المدى الطويل، والبنوك تحبذ دائما إقراض الدولة على المدى القصير لأنها مربحة ومعناها البنوك نجم تسترجع أموالها في ظرف قصير. ما تقول الحكومة كل ستة شهور نضمن روحي من ولا اكزاكتو معه لأنه ما فماش هذا هو فماش وضوح في الرؤية السياسية وفي المشهد السياسي. القروض اللي طلبتها الدولة عبر أذون الخزينة أعطت مهلة 2028 2030 2032 دونك إلى جانب أنه اليوم البنوك ما عندهاش السيولة الكافية يا سماح، وهذا اختر وكان كانت تذكروا فريد بالحاج المسؤول في البنك الدولي جاء نذكر هنا في المدة الأخيرة وفي حوار ليه نبه إلى خطورة التواصل في هالمنهج هذايا اقتراض الدولة من البنوك التونسية. قال إذا الدولة تستنزف كمية كبيرة من السيولة من البنوك التونسية معاش البنوك نجم تعاون المستثمرين وخاصة الباحثين الشبان الجدد ومعاش أنت حتى كمواطن ولا أنا كمواطن ولا خليفة نمشي ونجم ونحصل على قرض حتى قرض صغير. انت شوف قديش ولات صعيبه القروضات في تونس، كانت اسهل من هكا برشا طبعا وشروطها ولات اصعب. اي اذا المهمه العاجله جدا للحكومه هي اعاده فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي على اساس برنامج تمويل جديد وتمويل الاصلاحات. انا نقول رئيس عنده الحق وقت اللي يقول انا ما يلزمش نتسرع في الاعلان على الحكومه، لكن الوضع في البلاد يتطلب الإسراع مش التسرع، الإسراع في تشكيل حكومة ثم تأتي السياسات والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومكافحة غلاء الأسعار وحل مشكلة المؤسسات العمومية العاجزة العاجزة ماليا. تعرفوا اللي اليوم أكثر من 10 مليار دينار حجم العجز والمديونين بتاع المؤسسات العمومية طبعا إلى جانب غياب الكفاءة وسوء التصرف. واضح خليفة فيك معاك أنه ما يلزمش تسرع في تكوين الحكومة. احنا اليوم في حاجة للإدارة مش للحكومة. علاش حكومة؟ راهو ثم جانب سياسي لابد منه، الإصلاحات اقتصادية، ولكن حكومة في غياب سلم اجتماعي وسلم سياسي عقد سياسي لتهدئة الأوضاع ماهيش قادرة تقول انت حكومة قولك انا امشي البنك الدولي وصندوق النقد تو يعطيك الحكومة. هذه الإصلاحات هي في جوهرها في النهاية إصلاحات طالبينها المانحين، تتعارض ورغبات عموم الناس اللي بالعكس مش تكون على حساب مقدرتهم الشرائية. سؤال في دقيقة لخليفة، ونيجي رئيس الجمهورية يقول الأهم من الحكومة هي سياسة الحكومة. رئيس الجمهورية يجي هو يقول هذه السياسة اللي نطلب من رئيس الحكومة أنه يمشي فيها، ولا يجي يقول وعسلامة أعطيني كواليس. حتى السيد العمداء للتقام قال معطوني تصور للخروج من الوضعية دستوري وسياسي ويبدو أنه الأجال اللي أعطاها لهم غاية يوم الجمعة لنهار الجمعة لم يعطيوه تصور للخروج من الوضعية. هو إذا كان أنا فهمت المقصود من كلام رئيس الجمهورية السياسات اللي يقصدها اللي قال يزم نحط ونضعوا السياسات قبل ما نختار رئيس حكومة، رأي المقصود هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهي انعكاسات سياسية، لكن في غياب عقد سياسي وغياب عقد اجتماعي قد تجد الحكومة نفسها كما الحكومات السابقة. لكن هنا مش نرجع جوابا على السؤال متاعك بكري، قلت شكون يحط السياسات؟ أي شكون؟ روى اليوم أري برامج إصلاح الدستور يقول رئيس الحكومة يضع السياسات سياسات يحط اللي يعطي الفلوس ما عنده شكون باش يحطها توا البول باش يصرف هو اللي باش يحط السياسات. راهو المشكل اليوم مش في وضع السياسات والإصلاحات، راهو ثم الإصلاحات موجودة، الإصلاحات ومشاريع الإصلاح الاقتصادي في كل المجالات معنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي موجودة جوهرها خلاصتها. لكن المشكل اليوم يا خليفة
مش في أنك تجي تعاود تحط الإصلاحات وكدس لا، المشكل في توفر الإرادة، الإرادة الحقيقية لدى رئيس الحكومة. إرادة توفر ناجي إرادة، ما هو عندك شركاء في المشهد بالضرورة إيه؟ وعندك شعب هذا هو ينتظر يلزم هذاك يلزم نتجاوزوا هك الإشكاليات اللي كانوا تيحوا فيها رؤساء الحكومات، ومنها المشاكل اللي طاح فيها رئيس الحكومة الأخير معناها هشام المشيشي، وقت اللي خلى الإصلاح الاقتصادي والاهتمام بمشاكل الناس والاستجابة لمطالب الناس جانبا، وخصص وقت كبير برشا للمقايضات، ما عطلوش الوقت، ما عطلو عنده حتى برنامج يعني. رئيس الحكومة الأسبق سيد هشام ما عنده حتى برنامج، ما عطل روح بروح ما طيحوا حد، ما عنده شو هالبرنامج اللي هاته هون. لا ولا بالحق قعدنا هيك نمشي ونجيو في الكراهب والنقاشات والحوارات، اما ما عنده حتى برنامج. شنو البرنامج؟ قلت لك البرنامج يلزم فيه بالضروره استئناس بشروط المانحين، او تبدل الوجهه كليه، يجي تصور جديد يبدل الوجهه هذه نتاع دين الدوله التونسيه والوضعيه اللي موجوده، ونتحمس وتكون مرفقه بدعم شعبي. علاش قلت لك ربما هذه الاصلاحات مشروعيه شعبيه في جوهرها ضد ما يحبوه الناس، ولكن يلزم الناس يقبلوا بتبعاتها. يا خليفه راهو المشكل وزير مقترح انه غالبا الحكومات ورؤساء الحكومات يتيحوا فك الصراعات السياسيه الضيقه اللي ما تعنيش التوانسة، اللي يدخلوا في مقايضات، اللي يدخلوا معناها يعني شيء وبشويه بشويه ما ورايو. هذا هو المشكل، راهو رئيس الحكومة. بلا روتوش.